خسرت تقريبا 300 دولار وأنا أستعين بذلك. السلام عليكم إخوتي، معكم صديقكم صبريكو. ما يقولون عدنا والعودة أحمد وأحمد. ما علينا، يكفينا من الثرثرة ولنتوجه إلى صلب الموضوع. حسنا، الباينوري أوبشن، الخيارات الثنائية الذي يتفق عليه الأغلبية أنه حرام أو من القمار. لكن جديا هذا ليس موضوعنا، الأمر ليس له علاقة بالقمار، لكن الأمر له علاقة بك أنت. فمثلا لو دخلت هكذا و لنقل سأشحن 21 دولار مثلا، هكذا لدي 21 دولار، ودخلت صفقة 5 ثواني، سأدخل بدولارين وسأقول حجرة بجرة عد 10 1 10 1 10. حسنا، هكذا خيار، لقد خسرت لنظرت هذا. لقد ربحت، هذا يعد قمار. لكن إن قمت بدراسة للوضع، دعني أقدمها هكذا وسأخرج بعض الخيارات التي سوف تساعدني. حسنا، هنا صفقة دقيقة سوف تلتقيان وسوف تكون صفقة صعود. هذا الخياران، هذه بالتأكيد دروس علمتها في التداول. حسنا، الصفقة القادمة سوف تكون صعود دقيقة أوكي. هذان الشيئان، هذان الخطين سيلتقيان، سكون بالتأكيد صعود. حسنا، دعني أخرج مؤشرا آخر. أترون أنا على حق؟ أرسي، يب سيكون صعود. دعم جيد. حسنا، لا تفشلني أرجوك، لا تفشلني أرجوك، لا تفشلني أرجوك. كمان كمان كمان، ليس آخر ثاني يا رجل. كمان 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 كمان، هذا يسمى بالتحليل، لن أتطرق فيه أيضا لأن سيأخذ. رأيتم لقد كسبنا هذه الصفقة، انتهت بربح. هذا ما كنت أعنيه، أنك عندما تكون تعلم ما الذي تفعله فشبهة القمار تخرج. هذا ليس موضوعنا الآن، فقط أريد أن أشارك معكم قصتي، كيف لي أن خسر أني خسرت 300 دولار بسبب الخيارات الثنائية. حسنا، ببدء الأمر بدأت أرى الخيارات الثنائية هذه كفرصة كبيرة لكي أجمع مالا بسرعة مقبولة. ما الذي قررت أن أفعله؟ توجهت إلى تيليجرام وبدأت أبحث عن المجموعات التي تقوم بفتح الصفقات بشكل مباشر ولعلي أربح دولارا أو دولارين. فتفاجأت أن أغلبية القنوات تطلب منك أن تشترك أولا تحتها لكي تدخل إلى مجموعتها الخاصة، مثل هذه المجموعة VIP. ولماذا خسرت 300 دولار؟ لأني هنالك شروطا يجب عليك أن تتبعها. عدها، يجب عليك أن تعرف المنطقة الزمنية التي يقوم هذا الشخص بفتح الصفقات منها. فمثلا هذا الشخص مصري، الصفقات التي سيفتحها يجب أن تكون بتوقيت مصر، وهذا شيء آخر يجب علي أن أقوم بتبديله في هذا المكان في التايم زون -3 أعتقد، -3 هكذا. هذه مشكلة، حيث أني مع الوقت كنت أفتح معه الصفقات وأحيانا أنجح وأحيانا أفشل، فاعتقدت أنه يغشني. لكن بدأت أيضا أستكشف شيئا آخر، هذه الصفقات لا تعني أنه سيفتحها دقيقة، بل هي تعني أنها دقيقة متحركة. هذا خطأ آخر أيضا وقعت فيه. فماذا فعلت؟ توجهت إلى البوتس، فوقع اختياري على أوتو سيجنال. هذا البرنامج ما الذي يفعله؟ يقوم بالتحكم التام بحسابك الذي تتداول عبره. مثلا لدي بوكيت أوبشن، سأدخل هنا. لكن الخطأ الآخر الذي وقعت فيه أني بعثرت نفسي بين هؤلاء، لم ألتزم بمتداول واحد، جميعهم محترفين أشهد ذلك، أغلبية صفقاتهم دائما ناجحة، لكني لم ألتزم باتباع شخص محدد. أخسر صفقتين هنا وأربح صفقة هنا، أخسر ثلاثة هنا وأربح صفقتين هنا، وهكذا. هذا خطوة آخر تسبب في بعثرة أموالي حولهم. فشيء آخر اكتشفته هو أنها يجب على المتداول
أن يركز على شيء اسمه إدارة المخاطر. إدارة المخاطر ما هي؟ حسنا، لو فرضنا أننا سنبدأ بالتداول مثلا، حسنا هذه كانت فرصة أخرى، هذه النقطة هنا صعود جديا، سيصعد سيستمر في الصعود. يسعني أن أدخل أيضا إلى صفقة هنا، دعه ينزل قليلا، انزل قليلا، انزل، أرجوك قبل 30 ثانية، كمان انزل. لا يسعني أن أدخل الآن، جديا 30 ثانية لم ينزل إلى هنا، سأخاطر بخسارتي. حسنا لا بأس، سأنتظره أن يصعد على هذا الخط وبعدها أنزل معه. حسنا ما علينا، إدارة المخاطر. حسنا مثلا أول خطأ، المبلغ الذي ستدخل أن تتداول به يجب أن يكون كبير نوعا ما، وهنا هنا صفقة صعود. لا ليست هناك، لا ليس بعد، لم يتخطى هذا الخط بعد، لن أدخل. حسنا المبلغ الذي ستدخل به يجب أن يكون مبلغا قويا، لأننا سوف نركز على شيء يسمى المضاعفة. ما هي المضاعفة؟ المضاعفة تقوم باستعمالها لكي تسترد المبلغ الذي خسرته في الصفقات السابقة. مثلا لدينا 24 دولار، أول شيء يجب عليك أن تفعله كمتداول يجب أن تقسم هذه 24 إلى مبلغ يسعك أن تتحمل خسارته. فمثلا الصفقة الأولى سندخلها بدولارين، مثلا إن خسرت يجب أن تضاعف المبلغ لخمسة دولارات لكي تسترد دولارين الذي خسرتهما، فإن ربحت في الصفقة الثانية التي دخلتها بخمسة دولارات سوف تسترد المبلغ الثاني الأول وستكون هنالك معك فائدة. إن خسرت الخمسة يجب أن تدخل مضاعفة أخرى، المبلغ التالي سيكون 12 دولار. إن خسرت أيضا في الثالثة يجب عليك أن تضاعف المبلغ إلى 26 دولار، ولكن أترون المشكلة؟ لا يوجد المبلغ، إذا خسرت المبلغ الثانية عشر فسلم لي على الأحباب يا رجل، ليس لديك مال. جديا التداول يجب عليه أن يقسم أمواله إلى أجزاء تسعه أن يتابع في حالة الخسارة. وجديا مبلغ 24 دولار ليس مبلغا جيدا للتداول. الشيء الذي أريد أن أوضحه لكم، يجب عليكم أن تركزوا حول إمكانية البقاء في وضعية التداول على أن تخسر أموالك كلها. لا يهمك أن تربح، فقط يهم أن تبقى استطاعتك التداول. يجب أن تركز على عدم تصفير حسابك. فمثلا هذا المبلغ 24، التقسيم الجيد له سيكون على التالي، تدخل بدولار، إن خسرت تدخل بدولارين ونصف، إن خسرت ستدخل بخمسة، إن خسرت توقف لأن لديك الآن ثلاثة خسارات التمت عليك، يعني أنك الآن خاسر 8 دولارات ونصف. 24 بس 8 لديك 16 دولار، تريث قليلا وادخل بعد ساعة مثلا. هذا إن كنت تتداول مع نفسك، أما إذا كنت تتداول مع مجموعات مثل هذه المجموعات الخاصة بالتليجرام فالأمر سيكون بشكل مغاير جدا. مضاعفة معك لو خسرت، هذا الشخص قام بإعطائكم الزوج الذي سيتداول عليه، أعطاكم دقيقة متحركة وقال لكم الشمعة القادمة نزول، وقال لكم مضاعفة لو خسرت، يعني أنك عندما تدخل بدولار عليك أن تستعد لكي تدخل بالمضاعفة الثانية. حسنا هذه نقطة. النقطة الثانية، توجهت إلى البوت. ما هو هذا البوت الذي للأسف سقطت به وربحت به مبالغ جيدة لكن مع الوقت خسرتها؟ هذا البوت خاص بنسخ الصفقات. حسنا اشتركت فيه بمبلغ 30 دولار بالشهر، بالشهر يعطيني 50 صفقة يوميا، يعني 50 مرة يتحكم بحسابي ويفتح الصفقات بشكل يومي لمدة 50 صفقة. حسنا وهذه الواجهة أقوم التحكم بكم سيدخل الصفقة. الآن كما ترون لدي 24، هل إلى حسابي لدي 24 هنا، لكم سيدخل الصفقة، يعني سأدخل إلى دقيقة واحدة فقط. هذه العائد من كل صفقة ناجحة، هذه المضاعفة عندما تخسر الصفقة سأطلب منه أن يضاعف في الصفقة القادمة، يعني سيدخل ب 1.50 لخمس مضاعفات. حسنا خمس مضاعفات سيستمر في المضاعفة إلى أن
ينجح في الصفقة. حسنا أنا أضعف 5 سأضعف 3 مرات فقط. أوكي ستوب لوز هنا لكي لا أخسر مالي. إن كان العائد 50% سيتوقف، وإن خسرت 20% من أموالي سيتوقف. حسنا هذا الموقع يقوم بتوفير بعض المفاتيح لكي ننسخ عليها. بما أننا في اليوم الجديد سوف أقوم بنسخ هذا المفتاح الذي سيقوم بنسخ صفقات في السوق الحقيقي. حسنا هذا المفتاح الخاص بي. لماذا هنالك مفتاح باسمي؟ سوف نصل لذلك فيما بعد. بيست. حسنا وسأطلب منه أن يفتح لي صفقات. حسنا سوف ننتظر أن يفتح صفقة هنا ونرى. لحظة ما هي الأسواق المفتوحة؟ يب تيستين أوتوبوت يستهدف الأسواق الحقيقية، فيجب علينا أن نأخذ مفتاحا للسوق الغير حقيقي. سأخذ هذا المفتاح سأضعه هنا، سأقول له توكل. حسنا ابدأ. هل سيفتح صفقة؟ لنرى. حسنا أغلبية أموالي خسرتها هنا، انظروا خسرتها في هذا البوت لأني كنت واثقا بالصفقات أنها ستكون أغلبيتها رابحة، لأني استمريت تقريبا أسبوع أو أسبوعين وأنا أجرب في الحساب التجريبي لكي لا أخسر مالي، وأغلبية الصفقات كانت ناجحة. وعندما وضعت البوت يتصرف بأموالي قصم ظهري. كمان انظر هنا، لقد صعد، يعني أنه سوف تكون هنالك فرصة في النزول. أعتقد أن القادمة سينزل. لا لم ينزل بعد، لا يزال في الصعود. انظروا لقد فتح صفقة، فتحها واحدة. هذا هو دليل وقد اختار صفقة نزول، يعني تحليلي نفس تحليلي. سوف ننتظر ونرى النتيجة. يبدو أن التحليل كان خاطئا. يب هذه خاسرة، سوف يدخل في الصفقة القادمة، سيدخل بمضاعفة. لقد خسرنا دولارين، والصفقة التالية ستدخل بمضاعفة، يعني سيدخل ب، انظر هنا، صفقة فاشلة. هذا المجال يدخل لك أموالا بشكل سريع وأموالا ضخمة إن كنت تدري ما الذي تفعله. هنالك كورسات، هنالك لقد دخل ب3 دولارات ودخل بنفس الاتجاه. أعتقد أن هذه سوف تنجح إن قام بالنزول بقى. نعم ستنجح هذه الصفقة تنجح، لأن هذا الخط تم اختراقه وسوف ينزل. هيا يا ربي في آخر ثانية يا رجل. ما علينا، هنا لدي صفقتين خسارة، يعني الآن خسرت 5 دولارات. حسنا الثالثة ستكون الأخيرة. الآن يسعه أن يفتح صفقة نزول. شموع الدوجي دائما كارثية، دائما تلتهم أموال الناس. هذا الشكل يسمى دوج. هيا انزل. افتح صفقة نزول. كمان افتح يا رجل صفقة نزول. لماذا تأخر؟ وهذه أحد مشاكل البوت. نعم إنه يتأخر في فتح الصفقات، جديا يتأخر كثيرا، وهذا ما يسبب لنا خسارة مبالغ جدا كبيرة. دعوني أوقف البوت لأنه سوف ينكبني للمرة الثانية، إن هذا السوق جديا ليس معتدل البتة، فيه الكثير من التلاعب. فأحسن أوقات التداول في هذا السوق ستكون صباحا وأيضا في منتصف الظهر. هيا ترى هل ستنجح هذه الصفقة؟ ما أنها سوف تنتهي بدوج هي أيضا مثل هذه. يب لقد نجحت ولله الحمد. حسنا قد رجعت أموالنا كأننا لم نفعل شيئا. هذا البوت 30 دولار راحت في الحضيض، لأني بكل بساطة وجدت برنامجا أفضل منه، MX2 Trading. الجميل في هذا البرنامج أنه بوت أيضا تداول، وأيضا لا يعطيك 50 صفقة فقط، يعطيك صفقات لا نهائية، لكن اشتراك شهري بقدر 15 دولار. هنا يقال لي أن يعطيك 5 أيام تجريب وبعدها ستدفع. ما الذي اكتشفته أيضا؟ اكتشفت أن هنالك شيئا يسمى بالإنديكيتورز. الإنديكيتورز هذه يسعني أن أشرحها بشكل بسيط، إلا أنها عبارة عن أدوات تساعدك على فتح الصفقات واقتناص فرص أو صفقات ناجحة. حسنا أغلبية أموالي خسرتها بما يسمى بالإنديكيتر، يعني جديا لم أكن أعلم أن هنالك إنديكيتورز موضوع في الإنترنت بشكل مجاني، ولأنني لم أكن أعلم بذلك لقد صادفت أناسا يبيعون إنديكيتورز بمبالغ كبيرة نوعا ما،
$50 $70 $100 $25 وأغلبية الانديكيتر الذي اشتريتها كانت موضوعة في الانترنت بشكل مجاني يا رجل. أترون الدرس الذي تتعلمه هنا أي انديكيتر يتم بيعه في الانترنت أغلبية ساحقة أنه موجود بشكل مجاني، فلو كان الشخص لديه بالفعل انديكيتر يجعله يربح صفقات فلا أعتقد أنه سوف يبيعه بمبلغ رمزي. أو حتى هنالك أناس يريك أن الانديكيتر الخاص به يعمل بشكل فعال ويقوم بربطه ببوت في تيليجرام، يقوم ذلك البوت بيعطيك الوقت الذي سوف تستفتح به الصفقة ويعطيك اتجاه الشمعة. أو مثل هذا الشخص، هذا الشخص يقوم ببيع انديكيتر اسمه فانوم، يقوم ببيعه $50 وهو موجود. لا يسعني أن أتأكد أنه موجود بشكل مجاني، لكن لدي انديكيتر مثل هذا يا رجل، لدي مثل أنزلته بشكل مجاني. حسنا دعونا ننتقل إلى هذه الواجهة. حسنا هذه الواجهة هي واجهة البوت الذي سيسمح لنا بفتح الصفقات. لدينا 23. حسنا لدي 23، سوف أدخل باثنين خمسة مخاطرة لكن لا بأس. لماذا لا بأس؟ لأن لدي إنديكيتر يعني يعمل بشكل فعال. اشتريته بمبلغ بكم؟ لحظة، هذا هو الإنديكيتر. سوف يقوم بإرسال هذه الإنديكيترز، أغلبيتها اشتريتها بالمال. الإنديكيتر الذي سأحتاجه الآن طالما أننا في السوق الغير حقيقي، هذا ما نحتاجه. الانديكيتر مفتوح. حسنا سيقوم بعمل المحلل من تلقاء نفسه. كما ترون هنا هذا الانديكيتر يقوم بحساباته الخاصة، ما يعني أنه يشهد لي أن الصفقة التي ستأتي إلى هنا، هذه جاءت، لقد جاءت صفقة هنا، أعتقد أنها ناجحة لست أعلم. مهم، إن فشلت سوف يقوم بالمضاعفة لمدة 5 مرات. حسنا هذا البوت الآن يقوم باتباع هذا الانديكيتر. هذا الانديكيتر موجود فيه سكريبت لأحد المتداولين قام ببرمجته محاكاة المتداول، حيث أنه يقوم بدراسة الشموع ويقوم بدراسة نقاط الدخول ونقاط الخروج ويجد الفرصة لكي يدخل بالصفقة، يعني يفتحها، ما يعني أن الحظ هنا قد تم نزع لأن البوت سيدخل بواسطة دراسة. فهمت؟ مفهومي أنا لست أعلم الشريعة، ولكن إن كان البرنامج سوف يدخل في صفقة بعبارة أو بحساب عملية حسابية سأكون أنا راض عنها، يعني أني سوف أكون راض عن المال الذي سأخسره لأنني متأكد الصفقة الثانية والثالثة سوف أعوض. وأنا أصلا في بادئ في دخولي إلى الصفقة كنت أنوي أن المبلغ الذي سأدخله مستعد أن أخسر، عكس القمار الذي ليس له القابلية في أن يقبل تلك الخسارة. لنتابع. حسنا لقد قام بفتح الصفقة الأولى وكما ترون لقد خسرت. كما قلت لكم هذا السوق في الليل ليس جيدا. حسنا هنا هبوط، هنا ترند هابط، فروض أنه يقوم بفتح صفقات نزول، لكن كما ترون يقوم بفتح صفقات صعود وهذا خطأ. حسنا لقد خسرنا أموالنا هنا شباب. يا من، هل سيتم التعويض؟ أو ماي جاد، أو لا، لقد خسرنا أموالنا. يب، خسرنا أموالنا لأنه كان في ترند نازل انقلب ترند، هنا كان صاعد، فهذا الخط قام بقص هذا الخط وبقيت في ترند نزول. سيستمر في النزول. جديا هذا البوت كان جيدا. لقد فتح تقريبا، لحظة انظروا فقط، انظروا، لن أكذب عليكم، انظروا، قبل 4 ساعات قام بفتح 25 صفقة ناجحة وتسعة معوضة، يعني أن هذا البوت أدخل لي $27 فقط. فهنالك أوقات عليك أن تدرك أن تشغيل البوت فيها ليس بالفكرة الصائبة. حسنا لنعيد الكرة من جديد، سوف نعيد من جديد. دعوني أجرب إنديكيتر آخر. هذا ما هو الزوج، زوج الأورو واليو اس دي. لقد فتح، يلعن. هي توقف 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 توقف. قال أوكي صعود الآن. لا 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 لا، ستخسر هذه الصفقات، ستخسر.
جديا لا يسعني أن أوقف، لا يسعني أن أوقفه. واو واو، لقد نجحت هذه الصفقة، هذه الصفقة لقد نجحت. ماذا عين هذه؟ كمان يبدو أنها استخسر. ما علينا، سوف ندخل إلى هنا. ماذا قال الانديكيتر؟ لحظة، حسنا، لمست هذا الخط، ستستمر في الصعود، ستستمر في الصعود، لذا سأفتح صفقة الصعود. $10 صعود. البوت أيضا قام بفتح صفقة صعود. أو أنا الذي فتحتها؟ لا أنا، نعم أنا الذي فتحت الصفقة بدولار. لقد دخلت بعشرة يا رجل. ما علينا، كما ترون ترند صاعد، الصفقة التي فتحناها نجحت. يب لقد نجحت، والبوت أيضا نجح في فتح في الصفقة الفائتة. دعنا نرى البوت إلى أين سوف يأخذنا. أوكي، بدأ البوت يعيد السيطرة، لا بأس، بدأت هنالك بعض الفائدة. حسنا، نظرا أني أسجل الشاشة وأسجل أسجل المايك في برنامج آخر، وأسجل الكاميرا أيضا في برنامج ثالث، هذا البرنامج لا يسعني أن أستعرض لكم الانديكيتورز، لكن وصلت الرسالة كذلك. بعد هذه الخسارة العظيمة مبالغ المال، تعلمت الكثير من الأشياء. هل أسمي نفسي بمتداول؟ لا، لست بمتداول، أني جديا أنظروا من 21 أصبحنا 32. البوت رجع للعمل، ثلاث صفقات ناجحة وراء بعض، جميل جدا. المثير للسخرية أني بعد هذه الخسارة الكبيرة بدأت أفهم كيف أربح. خسرت $300، خسرتها وبدأت أفهم كيف أربح. انظروا، لقد قام البوت بفتح صفقة أخرى، ولكن كما رأيتم سابقا البوت يسعه أن يربحك ويسعه أن يقضي عليك. بكل بساطة لقد رأيتم، لقد فتح ثلاثة صفقات فاشلة وراء بعضها وقضى علينا. إن أردت أن تدخل في هذا المجال عليك أن تدخل بمبلغ كبير، لا يسعك أن تدخل بمبلغ صغير مثل هذا. نحن الآن نمشي على الحظ جديا، تخيل لو أن هذه الثلاثة راحوا فأموالك راحت يا رجل. لقد فتح صفقة أخرى، لنرى هنا، هنا سوف تأتي نزول. انزل 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 انزل، صفقة صفقة نزول، صفقة نزول، انزل كمان، انزل 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 انزل، صفقة نزول. يا ربي، أعتقد أنها ستكون دوج. شمعة دوج، شمعة دوج على ما أعتقد. كمان يا رجل، لقد قطعتها يا رجل، لقد قطعت الخطة هنا. انزلي انزلي كمان، انزلي انزلي بربك، انزلي 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 انزلي. يا إلهي، رأيتم تحليل صحيح، لكن أوه لا، لم أنتبه لهذا، لم أنتبه لهذا الخط. أنا مخطئ هنا، أنا مخطئ، لقد خسرت $10 بهذه البساطة. لماذا؟ لأني لم ألتزم بإدارة رأس المال. ما الذي فعلته؟ قمت بالقضاء على 5 فرص. حسناً أصدقائي، ملخص القول، تجربة التداول تجربة جميلة جداً لو أنك أدركت كيف تتداول أموالك. حسناً، فمثلاً هنا ما قلنا سيستمر في النزول، لذا أنا واثق من تحليلي، لن يصعد، سأنتظر الشمعة القادمة. أدخل بكل أموالي، الدخول أيضاً بكل أموالك يعد قمار، لذا لا تدخل بكل أموالك، ادخل بمبلغ تستطيع أن تخسره، وهنا سوف ينزل. بالرغم من أن هنا هذا الخطين سيلتقيان مع بعضهما، وهو دليل على أنها صفقة صعود، لكن شمعة دوج كارثة يا رجل. هنالك فرصة أن الترند سينقلب إلى ترند تصاعدي. كمان كمان، ربحني وارجع لي أموالي، ربحني وارجع لي أموالي.
ربحني وارجع لي أموالي. حسنا 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 حسنا. يب، هذا ما يسمى بتداول. لكن ما الفائدة يا رجل؟ لقد خسرت 300 دولار. ما علينا أصدقائي، أنا لا أقول لكم أن الأمر سهل أو أن التداول شيء جيد، لكن إن حضرت كورسات وفهمت أساسيات التداول يسعك أن ترى الأمر كلعبة. حسنا، قد يسأل الجميع كم لدي في حسابي. لدي هذا المبلغ. جديا جديا لقد خسرت 300 دولار. السبب اولا البوت اوتو سيجنال، ثانيا سوق الاو تي سي ليس سوقا ثابتا، ثانيا لقد قمت بفتح العديد من الانديكيتورز التي قمت بشرائهم باموال حقيقية، وسوف نرى كم صفقة سيفتح هذا البرنامج. حسنا، حيث كما يمكنكم أن تروا هنا تجاربي للبوت التي قمت بشرائها، وانظروا إلى كم الأرباح التي استخلصتها، لكن أغلبيتها كانت تعمل على الجال، يعني المضاعفة. لكي تحصل على 400 دولار يجب أن يكون في حسابك ما يقارب 2500 دولار، لأنكم ترون الكثير من المضاعفات، لكن العائد جيد. حتى هذا ديجو تريدر جيد جيد، لكن لم يفتح فقط صفقات كافية. أوكي، هذه إنديكيتر أخرى جميعها جيدة، عائد جدا جميل، لكن يتطلب المضاعفة. هذا أنا. هذا مثلا، انظروا إلى هذا الإنديكيتر 600 دولار، قام بفتح 308 صفقات ناجحة و 148، لكن الكارثة انظروا هنا وهنا وهنا، انظروا القال 27، القال هنا 70، يعني أنه لو لم يكن لدي مال فانظروا إلى العائد 3000 دولار. أذكر أني وضعت 2000 دولار كحساب تجريبي وتركت هؤلاء الانديكيتر كلهم يعملون جميعا. انظروا فقط، تخيلوا لو أن معي 3000 دولار وتركت هذا الانديكيتر يعملون يوميا لمدة ساعة أصبح غنيا يا رجل. انظروا هنا العائد، الفائدة والمبالغ الكبيرة التي خسرناها. انظروا هنا، تخيلوا وصل إلى الجال 6 ودخل ب 195 دولار. انظروا إلى العائد 471، 479. انظروا إلى العوائد. إنديكيتورز ممتازين، لكن في وضع الآن لا، سأخذ وقتا طويلا لأعيد جمع 300 دولار. وكانت معي ومعي هؤلاء الإنديكيتور، جديا فأتقاعد يا رجل. ما علينا، هذا ملخص تجربتي يا شباب. أوكي، الانديكيتر بدأ يعمل وقد اقتنص 3 صفقتين، واعتقد ان الثالثة ستكون ناجحة ايضا، صفقتين رابحة. هذا الانديكيتر جيد طالما ان الترند في صفه. نعم، لقد نجح، لقد نجح بدون مضاعفة، لقد نجح، لدينا فائدة 5 دولار فائدة. حسنا شباب، كانت هذه تجربتي في التداول. ملخص القول، يجب ان تقاوم الطمع لكي لا تخسر مبلغ هذا المبلغ الذي خسرته أنا. جديا بدون مبالغة، أن تخسر 3 صفقات وراء بعضها أو صفقتين يجعلك تغضب وتقول يجب علي أن أعوض، والفعل الصائب في تلك الحالة يجب عليك أن تخرج. إن كنت تريد أن تدخل إلى هذا المجال، عليك أولا يكون لديك رأس مال كبير نسبيا، ثانيا تقوم بتقسيم أو دراسة المخاطر الخاص برأس مالك، يجب أن تقسمه إلى أقسام يسعك تحمل خسارتها في حالة الخسارة، تكون لديك أساسيات أو تفهم أساسيات التداول. خامسا، الانديكيتورز يفيدوك لكن ليس دائما، عليك أن تكون أنت المسيطر وليس هم. سادسا، البوتس، هنالك بوت جيدة وهنالك بوت سيئة، لكن في كلتا الحالتين عليك أن تكون أنت الرقيب عليهم.
سابعا، هنالك مجموعات في تليجرام تنصب عليك، هنالك مجموعات في تليجرام تساعدك في كسب بعض المال من التداول، فكن حريصا. وهنالك بوتس باشتراك شهري تقوم بعمل جيد، طالما أنك ستدفع المال ستكون لديك فرص كبيرة في أن تحصل على بعض العائد. لست أعلم، هذا البوت كما ترون لقد فتح سبع صفقات ناجحة، لأن ترند هنا أخذ في الصعود، فجميع الصفقات التي سيفتحها ستكون ناجحة. كانت هذه تجربتي في التداول كما رأيتم، كل شيء أمامكم. وشباب، لا تطلبوا مني أن أساعدكم بشيء، لست خبيرا ولست محترفا وليس لي أي شيء قد يساعدكم في أن تصبحوا أغنياء بين ليلة وضحاها. فأنا أكبر مثال، خسرت $300 وليس لدي طريقة لكي أستردها. بالنسبة للإنديكيتر لا يسعني أيضا أن أعطيها بشكل مجاني، لأني خسرت عليها بعض المال. كما ترون 12 صفقة رابحة وخمس صفقات خاسرة تم تعويضها. فيا هذا البوت جيد. حسنا، أنك فينا تأثر. كان معكم صديقكم سابريكو في أمان الله. فائدة $30 يا حبيبي، والوين ريت 75. واو، اوكي، هنالك فرصة صعود. حسنا، سأدخل صعودا هنا ولنرى. حسنا، كمان لا تقوم بفعل ذلك. يب، تحليلي كان صحيحا وقد كسبنا $300. تخسر $300 وتكتسب علما جديدا. نعم، صدقتك. في أمان الله شباب. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحرر أسرانا ومسرانا، وأن تردهم إلى ديار المسلمين، وأن تجعلنا من جند الفتح والنصر المبين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.